من أكثر المشاكل الشائعة واللي بتصيب الجلد بالتحديد هي مشكلة الكلف. كيف نتعامل معها؟ شو أعراضها وشو علاجها؟ رح نتحدث أكثر عنه مع الدكتورة هدى القضاء، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل بالليزر. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. أهلا وسهلا. أهلا دكتورة هدى. ما في إشي أظن بزعج الستات أكثر من طبع غامقة على الوجه، وأحيانا بتكون مثلا هون أو على الجبين بتبين بسرعة. هلا خلينا نحكي شو هي أو من إيش بتتكون. الكلف زي ما حكيت هي مشكلة كتير شائعة. طبعا هي شائعة بشكل أساسي عند الستات، يعني أكثر الحالات، أكثر من 90% من الحالات الكلف هي ستات، يعني نادر جدا ما نلاقي زلمة عنده كلف. شو السبب؟ هلأ السبب أول شيء الهرمونات. السبب الأساسي الهرمونات اللي هم البروجسترون والإستروجين بيلعبوا دور أساسي، اللي هم أصلا موجودين عند النساء بتركيز عالي خصوصا فترة الحمل، بتلاقي هم بشكل أساسي هم اللي بيعملوا تصبغ. هلأ الكلف هو عبارة عن زيادة بصبغة الميلانين بطبقات الجلد اللي هي كلها تقريبا بتكون عميقة، وبكون في زيادة، يعني بصير الخلايا المنتجة لصبغة الميلانين اللي هي الميلانوسايتس بصير هايبر أكتيف، بصير نشيطة كتير، فبتصير تنتج الميلانين. هلأ شو اللي بيخليها تنتج الميلانين أكتر؟ بشكل أساسي زي ما حكيت الهرمونات بالتفاعل مع الشمس، يعني لما الست تطلع على الشمس بدون ما تستخدم واقي شمس وتكون مثلا حامل أو بتستخدم هرمونات منع حمل، حبوب منع حمل، بصير عندها قابلية أكتر. طبعا بالإضافة إلى أنه بيكون في أحيانا وراثة، يعني بتكون الست أصلا عندها قابلية وراثية، يعني هي مثلا بتلاقي إمها، خواتها، في حدا بعائلتها بالأقاربها عنده قابلية للكلف. يعني مش كل ست حامل تصاب بالكلف. ومش كل ست بتاخد حبوب منع حمل تصاب بالكلف. بتصفي إنها القابلية وراثية أكثر الحالات. طيب إذا إحنا اليوم بس عشان نذكر كل الأشخاص اللي عم بتابعونا إنه إحنا اليوم بفقرة ألو دكتور عبارة عن اتصالات نستقبلها من جميع الأشخاص اللي عندهم استفسارات بموضوع المشاكل الجلدية، واليوم زي ما حكينا عم نخصص الحديث عن البقع بالاتصال على الأرقام على أسفل الشاشة. وفي عنا أول دعاء. اتصال معنا. دعاء، صباح الخير يا دعاء. صباح النور، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، صباح الفل. البرنامج الرائع، تسلمي يا قلبي. هاي دكتورة هدى عم تسمعك، تفضلي دعاء. بدي أسألها بالنسبة لاستخدام الكريمات الكثيرة للوجه. دعاء اتعلي صوتك شوي لو سمحتي. استخدام الكريمات للوجه تبيض وهيك ممكن تؤدي للكلف بعد فترة؟ كريمات التبييض، تبييض أنها ممكن تؤدي لكلف، هيك سؤالك دعاء؟ طيب في إشي تاني بدك تسأليه دعاء؟ في سؤال تاني؟ لا أوكي، شكرا. اسمعينا من التلفزيون حبيبتي. تفضلي دكتور. هلأ الكريمات التبييض، نعم، هلأ في أول شيء بيعتمد على لون البشرة وعلى نوع الكريم. هلأ في بشرات بتكون أصلا بشرات السمراء أو البشرات الغامقة، إذا بيستخدموا مادة الهيدروكوينون بتعرضوا للشمس ممكن هاي نفس المادة تصير تعمل زي لون تلوين وين البشرة. وين موجودة هاي المادة؟ مادة الهيدروكوينون اللي هي يعني هي مادة تبييض، هي أكثر مادة تبييض مشهورة، مادة الهيدروكوينون. هلأ إذا بيستخدمها الشخص تراكيز معينة وبتعرض للشمس وإذا كانت بشرته أصلاً غامقة ممكن أنه يصير عنده تصبغ، بس بشكل عام لا، كريمات تبييض غالباً ما بتعمل تصبغ بالبشرة ولا بتعمل. هلأ هي ممكن أنها تعمل عدم توحيد باللون، مناطق تفتح أكثر من مناطق، بس أنها بشكل عام ما بتعمل تصبغ، إلا مادة الهيدروكوينون أنه ممكن تعمل تصبغ عند بعض الناس اللي بشراتهم داكنة إذا تعرضوا للشمس بدون استخدام واقي. إذن لازم نشوفوا أنه مكتوب مادة الهيدروكوينون، وهي بشكل عام مادة الهيدروكوينون لا تعطى، لا ما بصير أنها تنعطى إلا بتحت إشراف طبي، لأن مادة بتشيل اللون بشكل يعني كتير، يعني مادة وبرضه هي مادة فيها يعني سمية، فبالتالي لازم بس تنعطى تحت إشراف طبي وتراكيز كتير قليلة لازم تكون. هلا هي مبدئيا بالأردن ممنوعة أقل، يعني أكثر من تركيز 2% ماكسيمم 4% بعطوها، بأمريكا وبعض الدول منعوها منعا تاما، منعوا استخدامها، يعني ندير بالنا. بالضبط. طيب في عنا كمان اتصال، نقول صباح الخير لأم غيث. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، تفضلي. لو سمحتي بدي اسال الدكتورة عن الكلف. تفضلي. صباح الخير دكتورة. اهلا، صباح الورد. اهلا معك. لو سمحتي بدي اسالك، انا من 6 سنين صابني كلف على انفي، لا كلف حمل ولا شمس، علما انه يعني كل ما اطلع بالشمس بحط واقي. نعم. وما خليت نوع الثيم ما راح. نعم. فما بعرف شو سببه يعني. على الانف؟ على الأنف. أوكي. واستخدمت علاجات كريمات؟ استخدمت والله كريمات وعلاجات، حكوا لي بده تقشير، بس أنا بخاف تقشير؟ من التقشير. عملتي تقشير؟ لا لا. يعني جلسات؟ لا والله وقفت منه. ما استخدمت التقشير؟ ما عملتي تقشير؟ لا لا. أوكي. نعم. بس نعم. ما بعرف شو سببه يعني، لا حتى وأنا حامل ما كنت أكلف بالمرة. نعم. نعم. بس إيش سببه مش عارفة. هلا بنجاوبك، شكرا لك. الله يسعدك. أهلا. هلا زي مثلا حاله، هلا احنا ما بنحكي دائما انه بس لازم يكون في حمل او لازم يكون حبوب منع حمل، لا،
هو اكثر الناس يعني اكثر الناس المصابين بالكلف بيكون عندهم يا بسر انه اثناء الحمل بيكون صار او بيكون صار اثناء، بس مش معنى هذا انه اي حدا انه مش يعني في بنات مش متزوجين ومش ما بياخذوا حبوب منع حمل بس بصير عندهم كلف. صح. اوكي فهو ممكن انه يعني انت قلتي انه وراثي كمان. نعم ممكن بالضبط في وراثه وفي يعني في اسباب مش معروفه ليش ناس بتنصاب اكثر من ناس، فهي ما انه مش شرط انه يكون هيك. هلا بالنسبه لحاله ام غيث هلا كونه بعد الحمل في ستات كثير يعني تلاقيهم مثلا حملوا وبعد الحمل ما صار عندهم 4-5 سنين 10 سنين فجاه صار عندهم كلف ما له علاقه انه لازم يكون. هلا استخدمت هي كريمات تفتيح بتقول ما لجأت لجلسات التقشير زي ما فهمت منها. فال يعني جلسات التقشير على الاقل لازم تنعمل، يعني اذا الست استخدمت كريمات تفتيح طبعا برضه كريمات التفتيح انواع يعني في هيدروكونون في كوجيك اسيد في احماض فواكه في كثير انواع من كريمات التفتيح في فيتامين سي، يعني لازم تكون جربت انواع كثير من كريمات التفتيح او بدلت بيناتهم، في كريمات ممكن تستجيب عليها اكثر من كريمات. جلسات تقشير هلا اذا الكلف عميق ولونه غامق كثير برضه كريمات لحالها ما بتكفي، ممكن نلجا لجلسات اكثر، حقن ميزوثيرابي تفتيح في راديو فريكوانسي، الان راديو فريكوانسي كثير نتائجه منيحه ما بعطي اعراض جانبيه، بعمل توحيد باللون. في احماض الفواكه في تي سي اي تقشير كيميائي كله برضه بيعتمد على لون بشرتها ودرجه التصبغ اللي عندها. طبعا هذا كله بس استخدمتها نعم بصير باستشاره الطبيب يعني طبعا بده يكون اكيد طبعا هاي جلسات بدها تكون تعمل عند طبيب جلديه اكيد. نعم. تنصح تسال اكثر من طبيب لحتى نتشوف هلا انا يعني هو صراحه احنا معنا كمان اتصال بس انا بحب دائما اوصل المعلومه صافيه يعني تنصح تسال اكثر من طبيب؟ لا انا ما بنصح لحدا يغير اكثر من طبيب. يعني انا بحب المريض مثلا اذا عند طبيب لازم يعطي للطبيب فرصه بعلاجه. صح. يعني انا اذا رحت عند طبيب مش مثلا شهر ما استفدت عنده اروح اقلب على طبيب ثاني. اذا اطباء تقريبا هم بيستخدموا نفس العلاجات يعني ما فيش فرق بينهم، فرق فروقات بتكون بسيطه، في النهايه الالتزام مع الدكتور هو المهم. يعني هو العلاج معروف لكن تختار الدكتور الصح حسب بتلتزم معه. نعم نعم. اوكي رح ناخذ اتصال من لمار. لمار صباح الخير. صباح الخير رندا. صباح الخير مي. اهلا وسهلا تفضلي هاي دكتوره هدى معك. صباح الخير للدكتوره كمان. اهلا صباح الخير. هلا انا حامل جديد يعني صار لي 3 أشهر شهرين ففجاه هيك طلع في رجلي مسامير لحم وبايدي توليل فحكولي نصحوني بالرش النيتروجين هل بياثر على البيبي دكتوره؟ نعم اوكي ان شاء الله. طيب جابي. سلامتك يا لمار. شكرا كثير. اهلا فيك. هلا التواليل اول شيء على الايدين وعلى الرجلين بتحكي على الاغلب بتكون تواليل لانه لو على الرجلين لحالهم ممكن تكون مسمار لحم ممكن تكون تواليل فلازم انه نميز من خلال الفحص الطبي. هلا كونه على ايديها وعلى اجريها ممكن تعمل كوي يعني كي عادي بالكهرباء ممكن يكون هي او ممكن يكون هي بالنيتروجين وكلاهما امن ما فيش انه اي اعراض جانبيه للحمل. نعم ما في مشكله. نعم ما في مشكله. طيب دكتوره هلا انت حكيتي عن العلاجات بالنسبه للكلف ومشاكل الكلف قديش نسبه العلاج من الكلف يعني قديش سيدة ممكن يكون في عندها أمل إنه الكلف رح يروح وهل في هناك أنواع من الكلف أو البقع ما بتروح؟ نعم. هلا أول إشي الكلف لازم الناس تعرف إنه هو مشكلة مزمنة. يعني إذا استمر بعد الحمل سنة ونص ضل مستمر هو مزمن صار. نعم. هلا المزمن يعني كيف مثلا مريض السكري طبعا مختلف كلف مش سكري بس إنه كيف مريض السكري بضل ياخذ دواء سكري على طول نفس الشيء الكلف. الكلف هلا إحنا ممكن نوصل لنتيجة إنه يروح تماما بس لازم تحافظ على النتيجة. تحافظ على النتيجة باستخدام كريم تفتيح دائما بشكل يومي او يوم بعد يوم مع واقي شمس على طول عشان ما يرجع الكلف مرة ثانية. اوكي اوكي. هلا الشغلة الثانية هلا الاستجابة، الاستجابة بين 50% ل100% ممكن كمان يكون 100% ممكن بيوصل. يكون 100% في ناس بيوصل تماما بيروح من عندهم برضه بيعتمد على نوع العلاج. هلا احنا دائما الكلف خصوصا لما يكون غامق وما استجاب على كريمات التفتيح العادية بنلجأ لخلطات، هاي الخلطات غالبا بحضرها الطبيب تحتوي على مادة الكورتيزون. هلا كورتيزون انا ما بنصح انه اي ست تروح تشتري كورتيزون لحالها خصوصا كريم الديرموفيت او الكلوبيتازول كثير الستات بيلجأوا له احنا اكثر شيء خصوصا بدول الخليج كثير بيلجأوا للكريم الديرموفيت انهم يبيضوا البشره، ببيض البشره بس بيعطي نتائج كثير سلبيه وعكسيه على البشره. الكورتيزون لازم يكون بتراكيز معينه مدروسه تحت اشراف طبي لفتره من 3 إلى 6 شهور بيعتمد على درجه الكلف ونوع الكلف او نوع لون البشره. نعم. فهو علاج فعال اذا اعطي بمقادير محدده. نعم. نعم وممكن انه فعلا يوصل للست ل 100% تقريبا نتيجه. تمام اوكي عندنا كمان اتصال. ام احمد ولا ام صهيب اول؟ ام اوكي معنا ام صهيب. صباح الخير ام صهيب. صباح الخير. هلا هلا كيفك شو اخبارك؟ اهلا حبيبتي تفضلي. هاي دكتوره هدى عم تسمع. الله يسعد صباحكم. تسلمي. هلا تفضلي.
والله بدي احكي مع الدكتوره هدى لو سمحت. عم تحكي، عم تسمعك دكتوره هدى، تفضلي. بالله كيفك يا دكتوره؟ اهلا اهلا ام صهيب. انا بلديات كتر من عجلون. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. معك بس مفرحات ام صهيب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في عندي بنتي بالجامعه بتعرفي بروحوا لانهم بروحوا بيطلعوا بالشمس وهيك. فعندها حروق مش طبيعيه بوجهها، فراجعت فيها دكتور جلديه مشاها على البيتافال وعلى هسه حاليا انا سمعتك وانت بتحذري من الكورتيزون. مشاها على الهيدرو كورتيزون مع البيتافال مع الاوبتيمال. ففيش نتيجه نهائيا، مش ملاحظه على بنتي انه في وجهها تحسن نهائيا. فمش عارفه شو بدي اعمل. نعم. تسأليها قد ايش صار لها؟ بدك تسأليها قد ايش لها المشكله؟ من 14/1 والله انا ماشي لها بالعلاج. يعني من 14/1 لليوم ماشيتها على الكورتيزون. بعدنا ماشي على الكورتيزون. هاي نعم. الكورتيزون مع الاوبتيمال بنفس الوقت، هي والاوبتيمال مع الاوبتيمال مع البيتافال مشاها. وهسه مشاها الكورتيزون مع الاوبتيمال. نعم. مع الاوبتيمال، يعني الاوبتيمال ماشي عليه من اول. ماشي عليه بالاول. اوكي. بتستخدم واقي شمس يعني قوي يكون فعال؟ اعطاها الايفين. ايفين ايفن. اوكي تمام. طيب رح نجاوب ام صهيب، بس بدنا ناخذ كمان اتصال عشان ما كثير نطول على ام احمد. ام احمد صباح الخير. ام احمد راحت. هلو ام احمد لسه معنا؟ طيب مين معنا على الخط؟ صباح الخير ام احمد. راحت للأسف. أوكي. يلا نجاوب أم صهيب. طيب هلا بالنسبة لحروق الشمس زي هيك إنه صار عندها تصبغ، يعني بصير في فرق باللون خصوصا إن كانت محجبة. أول إشي بالنسبة للبيتيفال، إحنا صراحة ما بنحب نستخدم كورتيزونات لحروق الشمس إلا إذا كانت احمرار كتير 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 عندها ممكن، أما إنه مجرد ما صار لون كالتفتيح لحروق الشمس ما بنفضله. هلا كونها بتستخدم أوبتيمال، الأوبتيمال بمنع الضرر تبع الكورتيزون، يعني ما راح يكون في عندها ضرر ان شاء الله بالنسبه للكورتيزون كونها بتستخدم معه الاوبتيمال. هلا الاوبتيمال بس بنفس الوقت بيأشر البشره، بخليها تصير حمراء شويه فبتصير تنحرق اكثر من الشمس. أيوة. يعني حتى واقي الشمس نفسه هيك ما راح ينفع معها، بالعكس راح تنحرق بزياده. فيفضل انها صراحه توقف العلاجات هذول، يعني سوري بس توقفهم. بعرفش الدكتور راحت عليها بس. هلا اول شيء واقي الشمس طبعا كويس اللي بتستخدمه، يفضل انها تستخدم كريمات تفتيح بدون تقشير كونها بتطلع بالشمس بشكل يومي. طالبة بالجامعة ما بفضل تقشير لطالبات الجامعة إلا فترة اللي هو الإجازة. قاعدة بالبيت فترة إجازة عندها شهر إجازة ممكن تعمل فيه تقشير. أذروايز ممكن تستخدم كريمات تفتيح آمنة ما بتحتوي هيدروكوينون ولا بتحتوي على تقشير أبدا، وطبعا ما يكون فيها كورتيزون لازم. نعم. طيب في عنا كمان اتصال من أم عبد الله. مرحبا، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، صباح الخير. كيفك ديما؟ اسمه كيف مايش؟ اهلا وسهلا. تمام. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. بدي احكي مع الدكتوره. دكتوره انا صار عندي في جسمي هيك زي اللي بقشر. نعم. بصير زي قشر، يعني كيف الواحد لما من جفاف من الشمس شيء. نعم. باي مناطق بجسمك؟ كل جسمك يعني؟ لا وجهي. على وجهك. بصير تحت عيوني هيك سواد. اوكي. احمرار فيه وحكي؟ والله بصير اوقات بدي اشي هيك خشن بدي افرط في وجهي. اوكي. كم عمرك ام عبد الله؟ تقدر تعلي صوتك شوي ام عبد الله، انا مستغربه كيف انت سامعه. صار عندي وجهي، بعدين صار عندي صدري حزام ناري. نعم. صار لي فيه 4 شهور وبضل اوقات هيك بصير على حمار. اوكي. اخذت دواء اعصاب. قديش عمرك ام عبد الله؟ قديش عمرك؟ 59. وعندك امراض مثلا سكري ضغط او اي ادويه بتاخذي؟ هاي ضغط اوقات طالع نازل، ممكن بتعرفي الواحد ضغط طالع نازل. ضغطك نازل بس مش انه بتاخذي ادويه؟ ما بتاخذي ادويه؟ والله باخذ دواء ضغط، قال لي الدكتور نازل طالع لازم يعني تستمر عليه. اوكي تمام. شكرا. سلامتك. سلامتك. طيب هلا هو يمكن موضوعها شوي بعيد عن الكلف او التصبغات. هي يعني الحاله اللي بتوصفها احمرار حك تقشير هذا بيكون عباره عن اكزيما. يعني يفضل انها صراحه تشوف طبيب جلديه، يعني بتعرفوا احنا يعني ما بصير بالوصف لحاله، لازم نشوف يعني طبعاً. التشخيص بيكون صح. لازم نشوف عشان نقدر خصوصا الاكزيما يعني. بالضبط عشان نقدر نشخص صحيح. يعني صعب. سلامتكم عبد الله يعني. اكيد. طيب دكتوره اعطينا هيك نصيحه اخيره لكل السيدات يمكن هلا المحظوظين اللي لسه ما طلع عندهم كلف. نعم. الحوامل. نعم. كيف بيقدروا يقوا انفسهم من الاصابه بالكلف؟ اوكي. هلا اول شيء الستات الحوامل اللي بيكون عندهم اصلا تاريخ عائلي ومعرض انها تصير كلف، مجرد ما حملت اول حمل لها لازم تستخدم واقي شمس طبي قوي فعال بوصفه طبيب جلديه الافضل يعني.
من اول يوم بالحمل لازم تلتزم فيه، يعني برضو انها تتجنب الشمس قدر الامكان. هلا اذا انه هي بالاصل عندها بيصير عندها كلف اثناء الحمل، يفضل انها تستخدم من بدايه الحمل كريم تفتيح امن بالحمل. من بدايه الحمل تبلش تستخدمه قبل ما يصير عندها الكلف. نعم. زائد واقي الشمس. هلا اذا صار عندها بدايه كلف ممكن تلجا لتقشير احماض الفواكه او حتى للراديو فريكوانسي بعد الشهر الثالث من الحمل، ممكن ان نلجا له وهو امن وما في منه اي مشاكل. ما في اي مشاكل. نعم. تمام. شكرا. سؤالي الأخير، هل كل ما مر الزمن على الكلف صار أصعب التخلص منه؟ هلأ طبعا إحنا بنفضل كل ما بلش الإشي يعني الواحد بلش بالعلاج بكير كل يعني صح. بيكون أفضل الاستجابة بتكون أفضل، بس كمان الكلف الآن في العلاجات أهمها الراديو فريكوانسي وحقن الميزوثيرابي التفتيح عم يعطوا نتائج كتير منيحة بدون أعراض جانبية وعم يوحدوا لون البشرة بدون أعراض جانبية. حلو. شكرا. قد إحنا الستات بحاجة لهذا العلم يضل يتطور دائما. نعم صحيح. شكرا لك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكي.